عبر الهاتف دكتور فايد عطية، باحث في مجال الفيروسات الطبية والمناعة في مدينة الأبحاث العلمية في الأسكندرية. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك معانا. مساء النور يا فندم مستضيفين، ازي حضرتك؟ وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بيك دكتور. أنا عرفت أنه حضرتك يعني كنت معاصر شوية فترة انتشار كورونا في البداية في الصين، حضرتك كنت أستاذ مساعد في قسم كلية الفيروسات الطب بجامعة شانتو. أيوة، في كلية الطب بجامعة شانتو. ممكن تحكي لنا من فضلك، بما أكيد متابع شوية اللي بيحصل في الصين، أكيد دلوقتي الأمور واصلة لفين في الصين؟ يعني النقاش واصل لفين؟ التجارب السريرية، لقاح ساينوفارم، واصلة لفين الأمور دلوقتي؟ هي الصين من بداية طبعا الدول اللي ظهر فيها الوباء زي ما حضرتك ذكرتي، ومنتصف ديسمبر 2019 وأنا كنت هناك، ما رجعتش غير 18 مارس، فأنا حضرت معاهم الجائحة بكل ما فيها وبكل إجراءاتهم المشددة جدا اللي بعض الناس بتعتبرها إجراءات تعسفية وصعبة، بس في الحقيقة أنا يعني لاحظت أنهم كان ليهم حق فيها ونجحوا في السيطرة على الوباء بشكل كبير جدا بفضل الإجراءات وبفضل الإجراءات الاحترازية وغلق بعض المدن وتطبيق القانون بشدة وبحزم جدا. بدأت الأمور تمشي ديسمبر، بعد كده يناير 2020، بعد كده فبراير مارس بدأت الحالات كانت بتزيد لحد يمكن نهاية فبراير. مع بداية مارس 2020 بدأت الصين الحالات تقل فيها جدا وبدأت تسيطر بشكل كبير جدا على الوضع. هي في الحقيقة أنا شفت بعيني، يعني زي ما بيقول شفت بعيني، ما حدش قال لي، شفت ملحمة. يعني تقريبا الدولة كانت رافعة حالة الطوارئ القصوى في كل شيء، في كل مؤسساتها وجهاتها والسيستم والإدارة والغلق والمطارات والتفتيش والكشف والمسح لمدن بل لمقاطعات بأكملها للسيطرة والتحكم على الوباء. ابتداء من يمكن مايو 2020 أو شهر 6-7 ما بقيناش نسمع عن حالات تسجل في الصين، انحصر الوباء بشكل كبير جدا. وبدأت طبعا من البداية هي بدأت تدور على الوصول لفاكسين، كانت من أول الدول طبعا، بل إنها كانت من أول الدول اللي بدأت توصف وتعرف الفيروس جينيا ووراثيا وأصله فين وبيعمل إيه وبيسبب إيه، وبدأت أيضا تجرب مجموعة كبيرة جدا من الأدوية اللي هي تقريبا بدأنا نسمع عنها بعد كده في كل دول العالم وأصبح ليها فاعلية إلى الآن. طب اللقاح الصيني دلوقتي يا دكتور، هندخل على اللقاح. ايه مراحله؟ يعني مر بتجارب سريريه قد ايه؟ عدد الناس، لانه البعض بيقول لك يعني لما ده يبقى لقاح صيني المفروض يكونوا جربوه على مليون بني ادم على الاقل، يعني وهم ده حصل بالفعل، مليار وشويه. ده حصل بالفعل. في عندي 4 لقاحات بدات بيهم الصين، فيهم 3 لقاحات بيعتمدوا على الفيروس نفسه او بعض بروتينات الفيروس اللي بيحصل لها عدم نشاط بشكل معين او كيلينج، ان انا اموتها بشكل معين او اضعفها، بيسموه الان اكتيفيتد او الكيلد فيروس او الاتينويتد فيروس، ودي بتتعامل ببعض الاشعه فوق البنفسجيه ودرجات الحراره وبعض الكيماويات بحيث ان انا احصل على فيروس بارتكل، جسيمات فيروس ضعيفه جدا ما تقدرش تحدث مرض شديد، ولكن تقدر تحدث حس للجهاز المناعي ان هو يبدا يتعرف على هذا الفيروس ويبدا يطلع له الاجسام المضاده. دول 3، وفي النوع الرابع اللي بيعتمد على الماده الوراثيه للفيروس. الفكره بتبدا بحاجه اسمها البري كلينيكال ستادي، وده عملته الصين بالفعل يمكن من شهر 2 ولا حاجه، وحاجه اسمها الكلينيكال ستادي. بري كلينيكال ان انا ابدا اجرب على مستوى الخلايا وحيوانات التجارب، اثبت فاعليه وكفاءه، ابدا ادخل بقى المرحله الاهم والأكبر والأدق والأعقد، وهي مرحلة التجارب السريرية عشان الناس تفهم القصة بتمشي إزاي. التجارب السريرية أو الإكلينيكية إن أنا ببدأ ب3 مراحل، مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة. مرحلة أولى بختبر كفاءة اللقاح وتأثيره وقدرته على حس أجسام مضادة ومناعية في جسم الإنسان، وده بيبقى عدد قليل من المتطوعين، ممكن يبقوا 100 أو 200، وده عملته الصين بالفعل. بعد كده مرحلة تانية أن نبدأ أزود العدد شوية المتطوعين، وأبدأ أدرس جرعات مختلفة وأبدأ أدرس أعمار مختلفة، وتبقى قاعدة عريضة جدا من المتطوعين مع مختلف حالاتهم. المرحلة الثالثة، ودي اللي عملتها الصين بالفعل على 1,450,000 مواطن، ده حصل بالفعل داخل وخارج الصين عشان نتكلم بدقة، داخل الصين، وفي بعض الدول أيضا تطوعت في المراحل السريرية الثالثة على اللقاح الصيني، منهم الإمارات ومصر وبعض دول أمريكا اللاتينية وخلافه.
اثبت فاعليه بشكل كبير جدا تتجاوز ال 90%، واثبت امان بشكل كبير جدا. المرحله اللي بعد كده نقدر نسميها مرحله تنظيميه بشكل كبير، وهو ان انا الداتا دي بقى بتتجمع وتبدا تتعرض على المجتمع العلمي وتتحكم وتتنشر، بعد كده ابدا اخد ابروفد او تصريح لهذا اللقاح من الاف دي اي ومن منظمه الصحه العالميه. ده طب حاليا في الصين، في الصين يا دكتور بيطعموا بأي لقاح؟ هو اللقاح الصيني اللي هم عملوه، يعني انا اللي هو الاخير اللي هو ساينوفارم، اللي هو ساينوفارم بتاع شركه او سينوفاك بتاع شركه كازينو بايوتيك، اللي بيعتمد على الكيلد فيروس او الانكتيفيت فيروس، وبيعتمدوا على التطعيم ده بس ولا يعني هياخدوا لقاحات تانية من شركات تانية؟ لا، هو هم بداوا بالتطعيم ده بس، انا سمعت ان الصين بدات برضه تستورد بعض اللقاحات الاوروبيه والامريكيه، دي يمكن حاجه خاصه بيهم احنا مش عارفينها قوي، ولكن مدرسه التطعيمات اللي بتعتمد على الفيروس نفسه الكيلد فيروس او الانكتيفيتد فيروس الضعيف او اللي هو ما مش هيحدث مرض، دي مدرسه كلاسيكيه قديمه جدا عمرها فوق ال 50 سنه، مدروسه كويس جدا، احنا خدنا كلنا التطعيمات دي لمختلف الاوبئه والفيروسات والامراض واولادنا كذلك برضه، ملهاش التاثير اللي هو اللي فيه خطوره او فيه ريسك. فدي اكثر امانا واثبتت كفاءه اصلا برضه في اللقاحات اللي قبل كده. علشان نتكلم على اللقاحات التانية المعروضة كمان، يعني هطلب من حضرتك يا دكتور إذا سمحت بأقل قدر من المصطلحات العلمية التقنية نشرح إيه الفرق بين اللقاحات دي. إحنا فهمنا دلوقتي اللقاح الصيني إنه بيعتمد على الفيروس وهو غير نشط أو هو ميت. اللقاحات التانية إيه الفروق ما بينها؟ خاصة إحنا دايما بنركز على فايزر، بس هو في غيره، في مودرنا وفي أكسفورد وفي الروسي. طبعا اللقاح الروسي زي اللقاح الصيني برضو الكيلد او الان اكتيفيتد فيروس، وعندهم برضو لقاحات تانية بتعتمد على الماده الوراثيه، ولكن اللي هم بداوا يصرحوا بيه هناك وبداوا يشتغلوا عليه اكتر ويدوا له متطوعين بنسبه كبيره، هو اللي بيعتمد على الفيروس الميت اللي هو سبوتنيك 5. ايوه يا فندم. ناخد الجانب الاوروبي والامريكي، انا مش عايز اقسمها كدول، احنا عايزين نقسمها كتقنيات كتكنولوجي، هو ده شغال بايه وده شغال بايه وده بيعمل ايه. احنا بس عشان حافظين اسامي الشركات. ايوه فندم، في لقاح فايزر برضو بيعتمد على الار ان اي فاكسين او اللقاحات اللي بتعتمد على الماده الوراثيه الار ان اي، لقاح اوكسفورد نفس الطريقه، لقاح مودرنا نفس الطريقه، هم الثلاثه في نفس نطاق الماده الوراثيه. وصلوا لحد فين؟ لقاح فايزر يمكن اسبقهم بشكل كبير ان هو خلص المراحل السريريه الثالثه واثبت كفاءه وفعاليه. اشرح لنا الماده الوراثيه، لانه ده جزء مخوف ناس كتير وبيقولوا هيلعبوا في الجينات ويلعبوا في الدي ان اي بتاع الانسان، وده مخوف ناس، وساعه لما المعلومات العلميه بتخش في الشائعات يعني بتدي نتيجه ملخبطه خالص، فده معناه ايه لو سمحت؟ صحيح، انا سمعت بعض التخوفات وان الماده الوراثيه بتاع اللقاح هتدخل هتلتصق وهتندمج مع الماده الوراثيه بتاع الخليه وشمبانزي وفي حاجات ثانيه راحت وشمبانزي وهيعملوا لنا طفرات وشرايح وهنتراقب وتشوهات ومش عارف هيقضوا على 20% من البشريه، الكلام ده صراحه غير صحيح وينقصه الدقه العلميه. هي لقاحات الار ان ايه باختصار شديد، انا باخد جزء من المادة الوراثية بتاع الكورونا وبحمله على جزء تاني من فيروس اسمه الأدينو فيروس، ضعيف برضه بعد ما بضعفه، ده من أحد مسببات البرد العادية جدا. وبيتعامل بشكل معين بحيث يتحقن، مجرد ما يتحقن يبدأ الأر إن إيه ده يدخل الخلية بتاع جسم الإنسان جوه السيتوبلازم، ما بيوصلش للنواة ولا بيلتصق بالمادة الوراثية بتاع الخلية إطلاقا. مجرد وصوله للسيتوبلازم بيبدأ يطلع حاجة اسمها البروتين أو الأمينو أسيد، دي تبدأ تطلع بره تاني على سطح الخلية، يبدأ الجهاز المناعي يرتبط بيها ويتعرف عليها والأجسام المضادة والخلايا المناعية وتبدأ تدمرها ده اللي بيحصل بالفعل. كويس، ده موجود في لقاح اوكسفورد، لقاح استرازينيكا، ولقاح موديرنا، ولقاح فايزر. فالموضوع طب لما هم موجودين الثلاثه، يعني هل الثلاثه ما فيش فروق بينهم خالص؟ الثلاثه الفروق كلها الجزء بتاع الماده الوراثيه، ولكن هم كلهم بيعتمدوا على جزء من السبايك بروتين او البروتين اللي هو الشوكه او او او, أو اللي هو اللي بيعتمد اصلا على ارتباطه بالخليه. طب ده الفروق الصغيره اللي ما بينهم دي يا دكتور تفرق في نسبه فعاليتهم؟
لا ما تفرقش في نسبة فعاليتهم، هي الفكرة كلها ان هو يطلع اجسام مضادة، يطلع خلايا مناعية متخصصة، فتبدأ الخلية تاخد ميموري، تاخد ذاكرة لشكل البروتين بتاع الكورونا، بحيث لو حصل إصابة بعد كده تبقى عارفاه كويس جدا، ايوه انت الكورونا، يبقى الاجسام المناعية بتاعتي جاهزة والخلايا التائية المتخصصة جاهزة، تبدأ ايه؟ تبدأ تقضي عليه. طب هل في فروق ما بين كل اللقاحات بقى، مش بس الثلاثة دول، في مدة الحصانة اللي بتديها لنا لما ناخد التطعيم؟ هي فروق مش كبيره قوي، هو اللي اتدرس الى الان في معظم هذه اللقاحات المعروضه بقى، في ابحاث قالت 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، اخرهم كان سنه او يزيد عن السنه قليلا. الفكره ان ممكن الموضوع يبقى موسمي، يبقى تطعيم او تحصين موسمي زي الفاكسين بتاع الانفلونزا كده ونزلات البرد، لكن مش هيدي مناعه طويله الاجل، لان هو لسه الفيروس مش معروف بشكل كبير قوي، ومش مدروس على المدى البعيد، ولا حتى اللقاحات مدروسه على المدى البعيد. ايوه طيب، انا هاجي للنقطه دي، هاجي لها تاني، بس سمعنا طبعا انه فايزر وغالبا بقى هيبقى زيه موديرنا واوكسفورد، حضرتك صحح لي، أيوة. فايزر بيحتاج نظام تخزين معين، الهايبر كولينج او التبريد الفائق ده في درجه حراره سالب 70 وسالب 80، سالب وده مصعب 72. الموضوع شويه. هل الثلاثه دول زي بعض ولا ده فايزر بس؟ لا، فايزر بيحتاج سالب 72 تحت الصفر، ودي درجه حراره منخفضه جدا، ممكن ما تتوفرش في بعض الاماكن من تخزين ونقل. لقاح موديرنا ممكن من 8 ل 20 درجه عاديه فوق الصفر، ده ما فيهوش مشكله. اللقاح الصيني او اللقاح الصيني عادي بيتحفظ من 2 ل 8 درجه، درجه حراره الثلاجه العاديه. لقاح استرازينيكا جامعه اوكسفورد برضه بيحتاج درجه تبريد عاليه جدا، لان حساسيه الفاكسين المعتمد على الار ان ايه حساسيه شديده قوي، ممكن يتكسر بالحراره ويتكسر بظروف الجو، فده محتاج تقنيه معينه في التخزين. طيب عايز بالنسبه اقول عايز اقول لحضرتك كمان، لقاح موديرنا برضو البحث اتنشر في مجله قويه جدا بتاع نتائج المرحله الثالثه، وواقفين على الاعتماد. لقاح فايزر اتنشر في مجله برضو عالية جدا، وبرضو واقفين على أو خدوا اعتماد طوارئ من الـ FDA إن هو فاكسين عادي. لقاح جامعة أوكسفورد البحث برضو أو الداتا اتنشرت في مجلة لانسيت، ومنتظرين الاعتماد النهائي. طيب يعني كل اللقاحات دلوقتي اللي قدامنا في السوق، يعني خليني اقولها ازاي، علميا 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 ايوه احنا عايزين نركز على علميا، ايوه علميا مهمة جدا، اتنشرت في دوريات علميه معتبره متخصصة، واتحكمت بشكل علمي وبشكل مقنن، تم اختبار البايو سيفتي او الامان، وتم اختبار الافيشنسي الكفاءة بشكل كبير جدا، والصيني وايضا عرض السايد افكت، عرض واللقاح الصيني كمان. واللقاح الصيني المرحلة الثالثة هم خلصوها وطلعوا الرو داتا، واحنا بنسميه في الشغل بتاعنا البيانات الأولية أو النتائج الأولانية، وواقف على نشرها حاليا في هذه الايام في المجلات العلميه وتحكيمها. ولكن يعني لسه ولكن منتظر يتنشر. ولكن الابحاث الاوليه او النتائج الاوليه بتؤكد انه لقاح فعال بنسبه كبيره فوق 90%، ولقاح امن بشكل كبير جدا من خلال عدد المتطوعين ومختلف الاعمار من 18 ل 62 سنه اللي جربوهم، وما حصلش فيهم غير مشاكل بسيطه جدا. على فكره الكلام ده ينطبق على اللقاح الصيني، على اللقاح الروسي، على لقاح موديرنا، على لقاح فايزر، هتلاقي ظهور برضه بعض الاعراض الجانبيه البسيطه جدا اللي ما توقفش او ما تعقدش الناس من فكره التطعيم او اللقاحات اصلا. طيب بس انا عايز ارجع بقى للنقطه اللي حضرتك كنت ذكرتها من شويه، وهي فكره انه هذه اللقاحات كلها اعطيت ليها تصريح بالاستخدام الطارئ، يعني أيوة. احنا اصلا دي بنتكلم مهمة على جدا. فيروس اسمه كورونا المستجد، الفيروس مستجد، وبالتالي افهم بقى من كلام حضرتك ان كل اللقاحات دي على اختلاف درجات فعاليتها وامانها وتبريدها وكل حاجه، هي مقننه للاستخدام الطارئ، يعني هما ما كانش عندهم وقت طويل قوي يبحثوا اللقاحات دي ولا على المدى الطويل ولا للحوامل ولا للاطفال. لا يا فندم، هو في اجراءات سيستماتيك، اجراءات نظاميه، وهو لازم تتم بشكل كبير جدا. الاجراءات دي ان انا لازم اختبر الامان واختبر الكفاءه واختبر التاثير بشكل دقيق. دي لم يحدث بها اي خلل في اي لقاح من دول، دي لازم اللقاح يمر بالاجراءات دي. ولكن بما اننا في حاله طوارئ وفي حاله وباء وفي حاله جائحه،
بتتجاوز بعض المنظمات او بعض الجهات عن بعض الاجراءات نقدر نقول الغير اساسيه، فده بيوفر الوقت وبيسرع الحصول على اللقاح او الدواء. ولكن اتدرست على مختلف الاعمار طبعا، اللي بيعمل تجارب سريريه مش بيجيب مثلا 50 60 الف نفس العمر نفس الجنس نفس الحاله الصحيه، لا هو بيبقى عنده تنوع في الموضوع، ذكور اناث مختلف الاعمار، في حالات مختلفه، في ناس عندها امراض مختلفه عشان يشوف رد فعل. لا بس الناس بتخاف من كلمه الاستخدام الطارئ دي يا دكتور، عشان بتقول طيب ما انا عشان عندي ظرف طارئ فانا مضطره دلوقتي يعني اجيز مجموعه لقاحات عشان اسيطر على الوضع، بس انا لو في وقت عادي لو في ظرف عادي كنت هدي لقاحات دي وقت اطول علشان اجيزها. لا للامانه العلميه والطبيه كان هياخد وقت اطول من كده بكتير، يعني هو تصنيع اللقاحات عموما بياخد سنوات، يعني مش سنه ولا اتنين، بياخد يعني ممكن اربع خمس لحد 10 سنين عشان يتدرس بشكل كافي. طيب وعلى ما هو ده بيخوف الناس برضه. ولكن الاستخدام الطارئ والابحاث اللي اتنشرت والداتا اللي اتنشرت نتيجه وجود جائحه، نتيجه وجود وباء. انا عايز انقل النقطه اللي هو احنا فعلا مخاوف الناس جايه منين؟ مخاوف الناس جايه من فكره بعض الناس يقول لك انا مش محتاج لقاح اصلا، انا كده تمام وهعرف اقي نفسي ومفيش مشكله. في بعض الناس بتختلف في نوعيه اللقاح، انا اخد ده ولا اخد ده ولا اخد ده. والله اللي اجيز بشكل كامل واتحكم واتدرس علميا وتم تصريحه وترخيصه مقابل المنظمات الطبيه والصحيه سواء في الدوله بتاعتك او خارج الدوله، ده ما اعتقدش انه في مشكله، لان احنا في وباء واحنا في جائحه، محدش عارف هتنتهي امتى، محدش عارف هتخلص امتى، احنا وصلنا ل 75 تقريبا مليون اصابات على مستوى العالم وحوالي 1.7 مليون وفيات. فالطارئ ينفع في هذه الظروف الحرجه لتقليل الاصابات وتقليل عدد الوفيات. طيب حضرتك اثرت نقطه مهمه دلوقتي، انا اختار انهي لقاح؟ لو في ايدي اختار فعلا، يعني لو المواطن عنده في دولته الدولة موفرة أكتر من لقاح وهو هيختار، أو خلينا حتى نسأل السؤال للدولة نفسها أو فيما يتعلق بالدولة إنها المعايير بتاعتها اللي تختار على أساسها اللقاح، هل السعر ولا طريقة التخزين ولا الفاعلية لأنه في نسب فاعلية مختلفة ولا الأمان ولا إيه بالظبط؟ هو أنا مش هختار، أنا كمواطن مش هختار، المفروض إن كل دولة بيبقى فيها لجان علمية ولجان طبية متخصصة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الدواء وهيئة المصل واللقاح ووزارة الصحة، بتبدأ تدرس كل هذه اللقاحات، بيبقى قدامها كل الداتا وكل البيانات معروضة، ومين فيهم اللي اتحكم بشكل علمي وافي، ومين فيهم كان أقل آثار جانبية، ومين فيهم أقدر إن أنا أتعامل مع ظروف التخزين وظروف التعامل معاه، مين فيهم كان أكثر كفاءة، دي لجان تحدد هذه الموضوع. مين بقى اللي هياخد؟ دي برضو في ناس لجان طبية وعلمية تحدد ده، يعني الناس اللي أصيبت بكورونا لا، الناس اللي مشتبه بإصابتها لا، لأنه اوريدي كون أجسام مضادة عنده مش محتاج اللقاح. الأطفال أقل من 12 سنة، النساء الحوامل، ظروف الرضاعة، كل ده ممكن يستثنى بشكل كبير من اللقاح، فهو بيبقى عنده الكل متاح. لأن أنا سمعت للأسف ناس يقول لك مصر هتجيب الصيني بس، الدول العربية مركزة على الصيني بس، لا الكلام ده غير صحيح. السعودية جابت فايزر، الأردن هتجيب فايزر، البحرين مش اللي أعرفه إن الحكومة المصرية تعاقدت مع الجافي أو اللي هو التحالف العالمي اللقاحات والأمصال، وتعاقدت مع كل الشركات اللي احنا بنسمع عنها دي، وإن الجرعات هتوصل بشكل تدريجي من مختلف هذه، مش الموضوع مش صيني بس. فهم عارفين بالداتا المتاحة عندهم باللجان مين الأنسب، مين الأكفأ، ومين اللي يناسب الحالات الصحية والطبية والأعمار المختلفة عندي. طيب دكتور حقيقة أنا وقتي انتهى، بس أنا يعني هستغل وجود حضرتك معانا في سؤالين سريعين. هل صحيح أنه يعني في سلالات جديدة من الفيروس بدأت تظهر، ولا هو من الأول هي سلالة واحدة، ولا في تحور في الفيروس واللقاحات دي يعني فعالة في كل أنواع السلالات للفيروس ولا لأ؟ ده سؤال مهم جدا. هو الفيروس الكوفيد 19 او السارس كوف 2 اللي هو بدا في مدينه ووهان، اتعرف جينيا ان ده فيروس بينتمي لعائله الكورونا. بعد وقت معين وانا كنت في الصين ساعتها بدا ظهور سلاله جديده.
فيروسات الكورونا من فيروسات بيسموها الار ان اي فيروس، او فيروسات اللي الماده الوراثيه ار ان اي، ودي فيروسات شديده التحور وشديده الطفرات الجينيه زيها زي فيروسات الانفلونزا والايدز وفيروس سي. وبالتالي التحور الجيني وارد، الطفرات وارده، وبدا اكتشاف سلاله ثانيه بعد فتره معينه، ثم سلاله ثالثه وسلاله رابعه في اوروبا وامريكا. وصل الكلام يمكن كان في اخر شهر 6 ولا حاجه ان احنا عندنا في العالم كله حوالي 30 سلاله من الكورونا. الاختلاف يا فندم مش اختلاف جذري قوي، مش اختلاف كبير جدا، لا ده بيبقى اختلاف بسيط جدا في الماده الوراثيه الخاصه بالفيروس، ولكن كلهم في الاصل كورونا، كلهم في الاصل هيسببوا نفس الاثار ونفس الاضرار ونفس التطور الصحي والتطور الطبي، ولكن ممكن فروق بسيطه جدا من سلاله لسلاله في قابليه العلاج وفي مده الشفاء وفي تطور المرض داخل الجسم. سؤال اخير جدا يا دكتور عشان الوقت انتهى خالص، تصورات حضرتك او توقعاتك للوضع الوبائي في مصر الفتره الجايه. هو مش الوضع الوبائي في مصر، وضع الوبائي في العالم كله، احنا داخلين خلاص بقينا في فصل الشتاء، درجات الحراره انخفضت، فده درجه حراره مناسبه جدا للانتشار السريع، وايضا بتقل كفاءه الجهاز المناعي نوعا ما في فصل الشتاء عن فصل الصيف، مع ظروف التهويه الغير جيده، فوارد تزيد الاصابات وده في مصر او في العالم كله. بشكل كبير، ولكن انا عايز اختم بنقطه مهمه جدا، وهو ان ظهور لقاحات او حتى وصولها ووصول شحنات منها لا يغني عن الطرق الوقائيه. انا عايز اقول ان الاحتياطات والوقايه والكمامه والتباعد اهم وافضل وامن مليون مره من اي لقاح في العالم. فتظل الناس ملتزمه، تظل الدوله ايضا تطبق اجراءاتها في ارتداء الكمامات وفرض التباعد الاجتماعي وعدم الزحام لحين ظهور اللقاح المناسب والفعال، ولحين ظهور الدواء ايضا. احنا مش عايزين نغفل ان احنا لسه منتظرين دواء هادف ومستهدف للفيروس، ويتم توزيعه بشكل كبير جدا على اكثر من 70 او 80% من الناس عشان اضمن التحصين والتطعيم الكامل. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك النهارده معانا وهذه المداخله القيمه، دكتور فايد عطيه، دكتور الباحث في مجال الفيروسات الطبيه والمناعه في مدينه الابحاث العلميه بالاسكندريه. وبالمناسبه دي خلوني اقول